بقى صباح الخير، صباح النور، يعطيك العافية. عافيك، كيفك؟ ماشي الحال. هبا اليوم موضوعنا كتير مهم، وخصوصا نحن ببداية فصل الصيف أو صرنا بنص ربما، وبنلاقي كتير في حالات من التسمم الغذائي بهذا الفصل، لأن في شوب، لأنه في بحر، لأنه في أكل بركي بينحط برات البرات، وأسباب عديدة رح نعرفها منك. شو أسباب التسمم وشو كمان علاجه؟ تفضلي. صح، بفصل الصيف بتكتر اكثر شيء اسباب التسمم، لانه احنا بنكتر طلعاتنا برا في البيت، بنكتر القعدات كمان برا، وتحضير الاكل برا، يعني بنروح بيكنيكس، بناخذ معنا الاكل، سو بنخلي الاكل فتره طويله برا في البرات، ظهراتنا على المطاعم بتكتر، وكمان حالات التسمم من ورا المطاعم بتزداد بفصل الصيف. واسبابها أكيد عدم وضع الأكل بالبراد لنحمي من البكتيريا، وضع براد البراد، عدم التعامل مع الأكل بشكل سليم، أو إنه تحضير الأكل بشكل سليم، ما يكون في نظافة شخصية ونظافة المحيط اللي عم نحضر فيه الأكل قبل التحضير، هذا الشيء كمان بيؤدي لتسمم. أكيد يمكن أشخاص عم يحضروا أكل كمان يكونوا هن كمان مريضين عم بيحضر الاكل، هذا الشيء بينقل البكتيريا للاكل. كمان بفصل الصيف تكتر حشرات كثير، ممكن حشرات تكون حدا او شيء عم ينقل البكتيريا للاكل، سو كل هودي العوامل مع بعضها بتؤدي لتكاثر البكتيريا بالاكل. واذا ما كنا عم نسخن الاكل كثير منيح وعم نطبخ الاكل بالحراره المطلوبه، كمان هذا الشيء بيؤدي للتسمم. نعم، طيب هبا حكيت كثير عناوين هيك على السريع، خلينا نفوت بتفاصيلهم. نبدا بفكره انه الاكل لازم ينحط بالبراد. فينا نعرف منك قد ايه لازم الاكل يبقى، يعني لازم يبقى برات البراد ولا بينتزع؟ نحن خاصة هلا نحن عم نحكي بفصل الصيف. ايه ساعتين برات البراد ان جنرال، بس بفصل الصيف لما يكون كثير شوب انا بفضل لحديد الساعه مش اكثر من هيك برات البراد، لانه بتصير البكتيريا عند المحيط اللي بتقدر فيه تتكاثر بسرعه برات البراد، سو نحن ماكسيموم ساعتين بالحراره الشديده او الشوب الشديد ساعه، مش اكثر من هيك برات البراد. يفضل بالطرق اللي نحن متعارف عليها، ما نستعمل تدويب الاكل مثل ما نحن بنعرف، بنشيل اللحمه او الدجاج من الصبح بنخليهم مع الشباك، او انه بندوبهم برات البراد، سو هودي الطرق الاساليب البدائيه كلهم كثير غلط نستعملهم. يفضل انه نحن ندوب اللحمه او الدجاج بالمايكرويف تحت المي الجاريه، نفتح المي بضلها تنازي عليهم تيذوبوا، او دغري نطبخهم يعني، بس مش انه نشيل الشيء المجمد من الصبح ونخليه كل نهار برات البراد. ونفس الشيء كمان بيروح للاكل المطبوخ، الاكل اللي اذا بدنا نحن نرجع نسخنه كمان ما نشيله ونخليه كثير وقت برات البراد. نفس الشيء لما نحن نطبخ الاكل وبدنا نرجع نضبه بالبراد، ماكسيموم فينا نخليه ساعتين، ما نخليه اكثر من هيك، كمان مش نخليه كل نهار الطنجره على الغاز وعشيه نجي بدنا نضب الاكل، هيدي كمان صار فيها ريسك تكون كلها جراثيم. نعم، فاذا حكيتي عن تدويب اللحمه وقت او اللحوم يعني شو ما كان، وقت نشيلها من الثلاجه ما بنحطها برا، خاصة بهذا الفصل، فينا نحطها بالبراد، يعني من الثلاجة على البراد، صح؟ هذا الشيء مش مضر؟ لا، بنشيلها من الثلاجة بنحطها بالبراد قبل ب 24 ساعة تضب على مهلة، بنشيلها من البراد دغري على المايكرويف، دغري بنذوب بالمايكرويف أو بالمي، عم تقولي الجارية؟ المي الجارية، مش إنه نحطها بقلب المي ونتركها، يعني المي بتضلها مفتوحة. بتضلها مفتوحة، أوكي. فينا سخنة ولا بدها تكون ساقعة؟ ماي حرارة المي العادية، حرارة البر. نعم، اوكي. وبعد في سؤال انا عم بسألك كست بيت هلا بيخطر على بالي هالشغلات، وقت نطبخ ويكون سخن الاكل عم تقولي ساعة او ساعتين فينا نحطه بالبراد، هو عادة بيقولوا انه ما بيصير نحط الاكل السخن بالبراد، في سبب غير انه ما ننزع حرارة البراد ولا ما بيسوى اصلا من السخونة للبرودة؟ شو السبب العلمي؟ كسيفتي ما في سبب انه دغري ما نحطه، بس انه منشان طعمه الاكل ومنشان الاكل ما ينتزع، بس كطعمه وكالبراد يعني، بس انه كسبب انه نحن سخونه للبروده دغري التغير السريع ما بيؤدي لشيء للبكتيريا او شيء، لا ما عادي، بس انه نحن منشان طعم الحفاظ على طعمه الاكل والحفاظ على حراره البراد والتخبط اللي بتصير يعني، مش اكثر من هيك. نعم، طيب صار في تسمم هبة، وربما أطفال تسمموا أو كبار، وكمان صار في عوارض لهذا التسمم، منها الاستفراغ،
من ما بعرف حرارة، ربما مغص أو أي شيء من هول اللي بنعرفهم عادة، وصار في علاج. برأيك هلأ، على فكرة أنا عندي إياها لحالي بالبيت، بنت الزغطورة صار عندنا رم التسمم، بس ما عرفت ليش، يعني أنه من الأكل، من المي، من البحر ما رحنا. معقول مثلا بوزة كمان يعمل هذا الشيء؟ ولا معقول كثير. اول شيء بدنا نعرف شغله، انه احنا التسمم، يعني نحن بس نتسمم بنفكر باخر اكله اكلناها، يمكن التسمم يكون شيء اكلينه من قبل بيوم، يعني حتى في اوقات 48 ساعه، يعني انا بكون اكله اكلتها بكون فيها يمكن سالمونيلا، عم نحكي تقريبا يعني بنبلش من 6 ساعات ل 48 ساعه، فيمكن تكون اكله اكلتها من يومين انا وهلا بلش نوار التسمم تبولها، مش ضروري تكون اكله طازه. مشان هيك بس بدنا نعرف حاله التسمم، نرجع شوي بالهيستوري لاخر يومين شو اكل المريض، فممكن تكون اكل اكلتها امبارح او قبل امبارح، ممكن يكون اكل جديد. انت ما كنت عم تقولي البوزه كثير فيها عاده، خصوصا اذا كانت بوزه فيها حليب ومذوبه ومفرزه اكثر من مره، اذا كان الشخص اللي عم بيحضر البوزه او عم بيعطي البوزه كمان مريض منه مغسل ايديه، ففي كثير ريسك كمان للتسمم من خلال الاشخاص، يعني اذا الاكل نظيف بس الشخص اللي عم بيحضر الاكل كان مريض بينتقل العدوى لنا بسهوله. اقول لك ممكن تكون البوزه دايبه ومثلجه، وخاصه بلبنان لانه ما في كهرباء. هلا لفتي لي نظري هالقد هذه الشغله بتضر، مثل الاكل اللي بنشيله بالثلاجه وما بيسوى نثلجه اصلا، نفس الخطوره. دابت البوزة وفاتت بالزون الدينجر زون بنقلها نحن للحرارة، وتكتلت فيها البكتيريا، رجعت تلجت، رجعت لما عم ترجع تاكلها عم ترجع تدوب، يعني عم ترجع تتحرك البكتيريا. نحن لما نفرز الاشياء ما بنكون عم نموت البكتيريا، بنكون عم نفرزها للبكتيريا، سو لما ترجع تنزل حرارة بترجع بتتحرك البكتيريا، فإذا كانت دايبة مفرزة كمان هذا الشيء عرضة كثير ريسك لتكاثر البكتيريا بالأكل. يعني افضل ما نعرض اولادنا لكل هالمواضيع، لا انه اكل برا ولا اكل بوزه، لانه بلبنان تقريبا يعني مش كثير في امان بهيدي، وما في رقابه حتى بهيدا المطعم. مصدر للاشياء وأكد انه هذا المطعم الكهرباء عنده موجوده، اذا مطعم كبيره ما حيقطعوا الكهرباء بلاد، اذا عارفه انه يمكن دكانه صغيره وهيك بدوبوا وبيرجعوا بيحطوا. وسنة اول صيفيه انا بدعي اكثر شيء اول صيفيه ما ياكلوا بوزه، لما بكون بعدها مخزنه اوقات من سنين قبل، سو هونيك الريسك اللي عم بتصير اكثر شيء بالمحلات الصغيره اللي مش مأكدين عندها كهرباء كل الوقت، واللي بيطفي كم ساعه تيريح يمكن المطار ولا وات ايفر، بس انه هاي كم ساعه كثير ريسكي انه نطفي الكهرباء عن البوزه ولا وات ايفر عنده اشياء بدها كهرباء. غريب هالوضع على فكره. طيب وغير هيك شو بتخبرينا؟ كمان البيسينات ربما او البحر او ممكن كمان هذا الشيء ياثر، او الاكل اللي بناخده معنا على البحر وكيف ممكن نحفظه كمان لو سمحتي؟ الاكل اللي بناخده معنا على البحر اكيد كثير بياثر اذا كنا مش حافظينه بطريقه منيحه، خصوصا اذا كان في اشياء بدها تبريد مثل الحليب، اللبن، اللحومات، الاشياء الاكل المطبوخ كمان بده تبريد، او اذا كان في اشياء سلطات فيها مايونيز، فيها دريسنج تبعولها بده براد، سو هودي كمان اذا كنا اخذين اكل معنا بدنا نكون منتبهين انه احنا عم ناخذهم بشيء حافظ للحراره، بس نرجع نطفيهم عم نطفيهم بشكل مطلوب الحراره المطلوبه تموت البكتيريا. بنفس الوقت كمان بالبحر شوي كمان بيكون عندنا ريسك اكثر كمان، لانه المطاعم بالبحر شوي النظافه ما بتكون فيها كثير عاليه، الوركرز او اللي عم يشتغلوا بالاكل كمان ما بيكونوا محافظين كثير على النظافه تبعون سلامه الغذاء. طرق التعامل مع الاكل، يعني انا اذا عم بقطع الخضره بدي يكون الاريا اللي عم بقطع فيها الخضره مفصوله عن الاريا عم بقطع فيها اللحمه والدجاج اللي عم بقطع عليها بدها تكون مخصصه للخضره مش للحمه والدجاج، عم نعقم ايدينا، عم يعقم ايده الموظف بين الطبخه ما بين الاكله والاكله بس يغير من الخضره للحمه والدجاج، عم بيغسل ايديه بس يستلم مصاري ليرجع يمسك الاكل، عم بيغسل ايديه بعد كل شغله عم في كثير تفاصيل الواحد لازم يدير باله عليها ويراقبها، ومصيبه اذا عن جد فتنا بهيك كبرنا العين يعني وفتنا بهو التفاصيل، بطل الواحد يقدر اصلا ياكل برات البيت او يظهر كثير. بدي اشكرك كثير هبه، شكرا على هالمعلومات عن جد المفيده للمشاهدين.